السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. معكم محمد زيد، ومرحبا بكم في أول فيديو أو اللي هي المقدمة في سلسلة جديدة، اللي هي سلسلة باوربوينت بالعربي. في السلسلة هذه حنتعلموا أو حنتعرفوا على كيف نستخدم برنامج الباوربوينت، اللي هو واحد من برامج المايكروسوفت أوفيس، يعني زي الوورد والإكسل والنوت كلهم هم، أو الأكسس مثلا عدد منهم. احنا سبق في السابق درنا سلسلة على كيف نستخدم برنامج مايكروسوفت اكسل، فحاليا في السلسلة هذه حنتعرف على كيف نستخدم برنامج مايكروسوفت باوربوينت، يعني كيف الواجهة تخدم، كيف نبدأ مشروع، كيف نحفظ مشروع، كيف نضيف حاجات، وبالتالي حنخدمه على بعدين، يعني حنخدمه على مشروع كامل مثلا من عدة صفحات، برزنتيشن كامل. حنتعرف على كيف نستخدم البرنامج من البداية، من حفظ وإنشاء مشروع جديد وتعديل اسمه وتسميته أصلا، لعند نوصل لأن نوصل لأن نخدمه مشروع كامل. يعني حنتعرف على أغلب الأدوات في كل القوائم الموجودة في الباوربوينت، فإن شاء الله تستفيدوا من السلسلة هذه وتكون سهلة وممتعة وبسيطة بالنسبة لكم، وإن شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم وموفقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.